بسم الله. الترحيلة، صورة من على بعد، ترحيلة في تريلا، متجمعين كوام والحزن كان علة، والعلة لما تزيد تلقى الدواء بيحن، حن الحزين للبعد والبعد كان بيزن، سلم له قلبه وقال جايز عليا تحن، رغم ان عندي يقين ان الدواء مسموم وان الهموم هتدوم ويجوز كمان هتزيد، لكن هنعمل ايه؟ خلينا نبقى بعيد، جايز هناك نرتاح ونعيش بشكل جديد، جايز هنا المفقود تلقاه هناك موجود، جايز سماك هتجود بالخير فتبقى تعود، جايز هناك حرة هتشاركك الأيام على الحلوة والمرة، هتداوي جرح زمان عجز الطبيب يداويه، وأكيد هتخلص لك من غير كلام ووعود، تزرع في قلبك نور تقطف حصاد ورود، جايز هيحصل شيء هيغير المكتوب، تلقى الطريق اتعدل بعد ما كان مقلوب على أمره كان مغلوب، والدنيا ضاقت بيه شاف من بعيد النيل والليل وشكل عينيه، بالعافية هز ايديه شاور وقال سلامات، خاطب قليب الناس رغم ان فيه مسافات، القلب ده كان مات بتحاولوا ليه تصحوه، ما انتوا اللي لخبطتوه كان كل ما يحاول بعيونكوا بتهدوه وبتخبطوه بكلام، وتقولوا يرحم ابوه وهو سابك اهو، فسيبوه بتحاولوا ليه تنادوه وترجعوه بشويش، رغم انكم سبتوه وبدون تمن بعتوه وتركتموه ليعيش، يبحث عن المفقود من روحه فان لقيتوه احتفظوا بيه وخبوه، قصر الكلام انسوه ما تدوروش على قلب قرر بانه يتوه، ما تفتشوش جواه عن حاجة هترجعه، علشان لو بح بحزنه والله هتدمعه، وما تقربوش منه للحزن يعديكو ويصيبكو فتموتوا، ما طلبش غير قوته وجراحه خباها وغطاها بسكوته، فما تفتحوش جرحه وخلوه يسافر بيه، جايز هناك هيطيب جرحه اللي غاب يداويه، جايز سماه هتجود وهتغسل الأحزان وتنور الأيام، وساعتها هو يعود، ولحد ما يكرر دعوه اتركوه يرحل ويرحل حزنه في رحله، لا تسألوه متى يعود، لا تسألوه متى يعود، بل اسألوه عن الذي شد الزمام لأجله.